لزميلتنا فاطمة جابر، هي موجودة الحقيقة في أسيوط، ونطمن برضو نشوف هل شكل المنافسة اختلف ولا لا، وهل محافظات الصعيد بتشترك في نفس المبدأ أو في نفس الشكل الانتخابي، ولا هناك ربما اختلافات من محافظة لأخرى وإن كان بيجمعهم إقليم واحد اللي هو إقليم الصعيد. فاطمة بصبح عليك طبعا، ويا ريت تحطينا في الصورة وتقول لنا شكل المنافسة، عدد المقاعد، عدد المتنافسين، وهل هناك سخونة في الجولة الانتخابية، فكرة القبلية هل هي بتطفو على المشهد ولا الأمور مستقرة كما هو الحال في محافظة إنا؟ صباح الخير. في اليوم التالي من عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة أسيوط، بيواصل الناخبون منذ صباح اليوم الذهاب إلى اللجان للتصويت. محافظة أسيوط التنافس بها على 24 مقعد، 24 مرشح ل 12 مقعد منهم في 4 دوائر. تشتد المنافسة في القرى والمراكز التي يقطن بها المرشحين لعمليات الحشد التابعة لعائلاتهم، حيث يعرف عن محافظة أسيوط أنها تتميز بالقبلية خاصة في بلاد المرشحين التي يسكنون بها. محافظة أسيوط بها 2 مليون ناخب و779 ألف داخل 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي ب 914 لجنة فرعية في أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة لمدينة أسيوط الجديدة. هناك تكثيفات أمنية مشددة أمام اللجان بكافة المراكز. هناك أعمال تعقيم مستمرة على مدار اليوم. أكد اللواء عصام سعد صباح اليوم محافظ أسيوط أنه تم انتظام فتح اللجان الانتخابية بكافة المراكز والقرى في تمام الساعة التاسعة في جولة الإعادة. تواجد مكثف كما ذكرت من قوات الشرطة للتأمين. هناك عملية التصويت أيضا نستطيع أن يعني نقيمها أنها إقبال متوسط وسط إقبال ملحوظ للسيدات كما حدث في جولة الانتخابات نفسها، يحدث الآن في جولة الإعادة. هناك حشود نسائية في كافة المراكز والقرى. هناك أيضا دور للمجلس القومي للمرأة من خلال قيامه بحث السيدات للمشاركة الانتخابية. يعني حتى الآن الإقبال يكاد يكون متوسط على مدار نصف اليوم. نعم، أنا بشكرك جدا يا فاطمة، طبعا كنت معانا من أسيوط. فاطمة جابر أشكرك، شكرا جزيلا.